السلام عليكم. أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في ختام زيارته أمس لصنعاء والتي استمرت يومين، أعلن عن تسليمه الانقلابيين خطة للحل وصفها بالشاملة. ومن المنتظر أن يسلم تحالف صالح الحوثي ردهم على الخطة في غضون الساعات القليلة القادمة بحسب مصادر إعلامية. اللافت في الخطة التي أعلن عنها المبعوث الأممي أنها لم تعرض على الحكومة بحسب ما صرح المتحدث باسمها راجح بادي، وتعزز هذا التأكيد بتأكيد مماثل من نائب مدير مكتب الرئاسة عبدالله العليمي الذي نفى تلقي الرئاسة خطة من المبعوث الأممي. الحكومة تحرص على التأكيد أن أي خطة لا تلتزم المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار وقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن هي خطة لن تكون مقبولة من السلطة الشرعية. ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تطورات على صعيد المواقف من الخطة الأممية في وقت تتصاعد فيه حدة المعارك في أكثر من جبهة بين قوات الحكومة والمتمردين. عن آخر خطوات تطورات الحل السياسي في ظل التباين في مواقف السلطة الشرعية والمتمردين نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني. بداية أرحب بضيفي في الاستوديو أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان. أهلا دكتور. أهلا، مساء الخير. نبدأ النقاش مشاهدينا لكن بعد أن نشاهد بمعيتكم هذا التقرير. من صنعاء أعلنها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ خطة شاملة للحل بإجراءات سياسية وأمنية لم يكشف عن تفاصيلها. يومان أمضاهما المبعوث الأممي في صنعاء لم تكن حافلة باللقاءات بقدر ما كانت مشحونة بالمواقف المتشددة، إذ لم يحتفل الإنقلابيون بالخطة التي عرضها عليهم ولد الشيخ، فقد جاءت الإشارة إليها في ذيل البيان الصادر عن اجتماع وفدهم مع المبعوث الأممي، وهو البيان الذي تضمن سيلا من الانتقادات للمبعوث نفسه. بعض المعلقين الموالين لتحالف المخلوع صالح والحوثي كشفوا عن جانب من هذه الخطة والتي تشمل ترتيبات في رئاسة الدولة وتستهدف موقع الرئيس وصلاحياته. تبدو معلومات كهذه وكأنها تعيد إنتاج وضع مشابه لترتيبات الإطاحة بالمخلوع صالح، على نحو دفع ببعض المراقبين إلى التساؤل عما إذا كانت المشكلة في الرئاسة أم في الانقلاب، وهل الأمم المتحدة معنية بترتيب وضع الانقلابيين ومكافأتهم؟ الحكومة على لسان المتحدث باسمها نفت تلقيها أي خطة من المبعوث الأممي في مؤشر واضح على استغراق ولد الشيخ في مهمة جلب الانقلابيين إلى الحل السلمي الذي يبدو بالآليات الحالية مستحيلا. وبين نفي الحكومة تسلمها للخطة وبين معلومات تثير القلق عن مضمون هذه الخطة التي سلمت للانقلابيين وحدهم، تدخل الحرب في اليمن ومعها الأزمة المعقدة حالة من عدم اليقين تصرف الأذهان إلى أكثر الاحتمالات سوءا عوضا عن زرع التفاؤل في هذا الحقل الشائك. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا وبضيوف الذين سينضمون لنا تباعا عبر الهاتف. بداية دكتور، هذه الخطة وهذا الإعلام من قبل ولد الشيخ، يعني هناك كان حديث متكرر عن خطط للحل، ما الذي يحمل في طيات هذا الإعلان الآن؟ أولا نحن لا نستطيع أن نتحدث عن الخطة كما هي، من ما يعني ما سرب من خطة، هذه ليست خطة، هذا مشروع انقلابي كامل، يعني ما طالب به الانقلابيون يعني فوق، إذا يعني فوق ما طالب به الانقلابيون. وربما إذا كان هذا التسريب حقيقة فإن ولد الشيخ ربما يكون أيضا يعني زعيما للانقلابيين وليس ممثل الأمم المتحدة، بالتالي هذا تقريبا يعني بذخ كبير للانقلابيين، لا أعتقد لا علاقة له بالتسوية ولا علاقة له بمخرجات الحوار الوطني، وسنثبت ذلك. لماذا؟ أولا لأن هذه مطالب الانقلابيين منذ ما انطلقت منذ الانقلاب حتى اللحظة، مطلبهم أساسي جدا انتهاء شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي، تشكيل حكومة وحدة وطنية، هذا أضاف إيجاد حزب الله في منطقة صعدة بشكل عملي وخدم ذلك لأنه تحدث. شوف هذا أولا، إذا سنعود إلى إلغاء شرعية الرئيس، سنعود إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعيين نائب للرئيس، وتعيين نائب للرئيس، لكن دعني أقول لك أين حزب الله من هذا؟ الانسحاب الضروري والأولي صنعاء والحديدة وتعز، أين ينسحب القوات؟ إلى صعدة، إلى المنطقة الشمالية، المجال الجغرافي والعقائدي للحوثيين، بمعنى أنك نقلت الميليشيات
ونقلت السلاح المخفي تحت الأرض هناك، وأسست حزب الله برعاية دولية وبخطوات أممية. هذا عنصر خطير عندما يبدأ الانسحاب الأولي من صنعاء وتعز والحديدة. اثنين، هذا عندما تتحدث عن انتهاء سلطة الرئيس، من هذا الرئيس الذي سيوقع على انتهاء شرعيته؟ وبالتالي عندما يتحدثون عن مرجعيات، لا علاقة للمرجعيات، وكأننا أمام دولة ديكتاتورية يحكمها دكتاتور تم الانقلاب عليه بواسطة انقلاب عسكري، وبالتالي هناك أطراف متنازعة على سلطة غير شرعية. وليس هذا فقط لو كان ما فيش مرجعيات دولية ولا إقليمية فقط، يعني هل يتنافى هذا أو هذه الخطة، ما سلب من هذه الخطة، مع طبيعة القرارات الدولية الصادرة بحق؟ لا علاقة لهذه. إذا كان ما سرب هذا فهذا اعتراب بالإنقلابيين، بل تأثيث وضعا شرعيا لهم ووضع قوة، وربما تسليم السلطة لهم، تسليم السلطة بدلا نقلها من السلطة الشرعية إلى الإنقلابيين بحكم السلطة الواقعية بغطاء دولي، بغطاء دولي والتأفيف لهم بتسليمهم السلاح. وبالتالي حتى انظر هنا في الخطوة 12، شوف، وبمساعدة الأمم المتحدة سد حكومة الوحدة الجديدة حوارا سياسيا، هذه آخر خطوة لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق ومسودة الدستور، الدستور وتطوير برامج العدالة الانتقالية. يعني أن لا مؤتمر الحوار ربما، لا يعني الانقلاب والانتهاكات وحصار تعز وقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية وعلي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي لا علاقة للمصالحة مع الذاكرة الوطنية، لا علاقة لمحاكمات مع مرتكبي جرائم ضد الحرب، لا علاقة، نحن ندخل في ما يسمى مصالحة قبلية مع الانقلابيين، نمنحهم نصف السلطة، نمنحهم الوزارات، ثم لمن نسلم السلاح في المرحلة الثانية؟ الحكومة حسب الخطة تستلم السلاح المرة الثانية، أخذها من يد اليمين ليد الشمال. نحن لدينا تجربة في المناصفة في الفترة الانتقالية، ونقلت كل الجماعات كل صراعاتها إلى طاولة رئاسة الوزراء، وظلت الاغتيالات وتفجير الكهرباء، والآن نكرر نفس المأساة التي قمنا بها 1970 التي يعني رعتها الاتفاقية مصر والسعودية، الاستفتاء العودة الملكيين للسلطة، الاستفتاء على شكل الدولة، الاستفتاء على الدستور، المناصفة، ثم عدنا بالتسوية الخليجية، المبادرة الخليجية، عودة علي عبد الله صالح، تشكيل الاستفتاء على مش عارف إيش، نفس الخطوات، ثم نعود نرتكب جرائم وندمر الدولة ونسلمها للإمامة، ونعود أيضا مرة أخرى الاستفتاء على شكل الدولة، اللمسات الانتخابية، المناصفة، نحن في أمام عبثية. بالتالي هذه ليست وثيقة تحقيق السلام، هذه وثيقة أعتقد السلطة السياسية، نحن إذا وافقت على هذه الوثيقة، هناك تصريحات تقول نحن سنحاسب ربما السلطة الشرعية والرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة، ربما نقف ضدهم أكثر من الإنقلابيين إذا تنازلوا عن دمنا، إذا تنازلوا عن السلطة الشرعية. الآن إلى حد الآن بحسب التصريح أي تنازل أو توقيع على هذه الاتفاقية، يعني أصبحوا الرئيس الشرعي والحكومة سلمت الجمهورية اليمنية إلى الإمامة يعني بوثائق يعني ومرجعيات دولية وإقليمية، وبالتالي هذه تسليم للإمامة عندما يكون طرف موجود في الميدان، طرف يمتلك السلاح وانقلب وتقبل حتى هذا. أنا أخجل المناقش هذا، من الذي يقترح ينقلب علي ثم يحدد أن الرئيس يغادر ونائب الرئيس يمشي ثم تنقل السلطة؟ من هذا طرف انقلابي؟ كيف تقبل لطرف انقلابي أن ندلله بهذا الشكل؟ هذه ليست خطة، هذه تسريبة ربما. أنا لا أعتقد أن السلطة الشرعية ستتوقع على التنازل عن دمنا، لا يمكن لسلطة شرعية عاقلة أن تسلم الدولة والجمهورية ضحى من أجلها الشعب اليمني، وتحملنا ما يقارب يعني قرون وعقود من الإمامة والكهنوتية لنسلم الدولة مرة أخرى لهؤلاء السلالة المرتفعة. لا يمكن أن نسلم يعني دولة إلى 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 جماعة لا تؤمن بالمواطنة، لا تؤمن باليمنيين، وتدعي حق العلو والسمو. هذه السلطة لا يمكن أن تتوقع أيضا على انتهاء شرعيتها. بالتالي الحديث عن هذا هراء. نحن هناك أخطاء جسيمة لهذه السلطة في بطء عملية العسكرية، في
إدارة المعركة مع الحوثيين بمدخل أحادي عسكري دون مداخل أخرى، لكن ما نناقش هنا هذه المطالب الحوثيين، هذا أكثر مما طلب الحوثيين. هذه الوثيقة المسربة أكثر بكثير، يعني إذا كانوا زمان تحدثوا عن الانسحاب من المدن وقد خلقوا كيانا موازيا، وأقولها في كل المقابلات وأكررها، وناس من يقولوا من يتضايقون من التكرار، أقول خلقوا كيان موازي 100,000 موظف في المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية والأكاديمية، بمعنى أنت لا تشاهد هذا الكيان، سيصبح كل القرارات وصناعة القرار بيد الحوثيين لو عدت إلى صنعاء، لأنه هذه الجماعات في الكيان الموازي ستعلن أنها مع التسوية وأنها مع السلطة، ولكن لن يكون لها ولاء للجمهورية. بالتالي هنا قال الرئيس الجمهورية أولا بإلغاء كل التعيينات والقرارات، الانسحاب من المدن ليس له معنى، الانسحاب في المرحلة الثانية من تعز وصنعاء ليس انسحابا من صنعاء، رفع الحصار، يتحدثون عن الانسحاب الضروري من صنعاء وتعز، في تعز ليس هناك يعني وجود، هناك حصار، وهذا الحصار يقود إلى محاكمات ويقود إلى انتهاكات دولية. بالتالي لا يمكن لنا أن نناقش هذا الهراء، ونقولها بكل وضوح، بكل وضوح، إذا السلطة الشرعية قبلت حتى في النقاش، قبلت من حيث المبدأ بالنقاش، فإنها ترتكب كارثة لمناقشة، عليها أن نحن نقف معها وصامدون معها وتشردنا في الخارج معها. وهناك الشعب اليمني الآن يموت جوعا، وهناك من قتلوا، وهناك من هم في الميادين يدافعون عن هذا الوطن وقدموا دمائهم، وهناك ناس يموتون من نقص الغذاء من أجل أن نستعيد الجمهورية، لا أن يسلموها للإماميين. بالتالي أعتقد النقاش حول هذا إذا تم ذلك فإنني حتما سأنضم وسنقاتل ضد السلطة الشرعية إذا قبلت هذا الهراء. لا يمكن للشخص الانقلابي يعني أن يحدد لي، هو بداية يجب التأكيد أو إعادة تكرار أن هذه مجرد تسريبات، تسريبات، وأنا أقولها بوضوح، ربما هذه التسريبات بالونة اختبار، ولكن هذا هو المشروع الحوثي، وهو يحمل تقريبا 80% من، وربما يكون يقترب تماما منه، أن الحديث عن منها يعني عن انتهاء صلاحية الرئيس، هذا الفجوة الرئيسية. ولد الشيخ عندما ذهب إلى صنعاء لديه أهداف واضحة، الهدف الأول إيقاف الروح المعنوية والتقدم الديناميكي للقوات الشرعية والمقاومة الوطنية المتجهة نحو تخوم صنعاء، إضافة إلى الفيتو الأمريكي بعدم التقدم. وقلنا للسلطة الشرعية، وهناك من يقول لي أكرر وأكرر، علي السلطة الشرعية إذا مارست الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ضغطا وقال صنعاء خط أحمر، فعليها أن تدخل صعدة. انظر، يقول لك الانسحاب من صنعاء وتعز والحديدة، ثم في المرحلة الثانية عندما يكونوا متناصرين في الحكومة ننسحب من صعدة. صعدة سينسحبون 100,000 كيان موازي في صنعاء، وننسحب كميليشيات في صعدة، سلمنا الدولة كاملة للإماميين. طيب دكتور، ينضم إلينا الآن الصحفي برئاسة الجمهورية الأستاذ ياسر الحسني، معنا عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيد ياسر. تحية لك أخي وجدي ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. أستاذ ياسر أهلا بك، لو تحدثنا عن الخطة نعم عن الخطة المعلنة من قبل ولد الشيخ، كذلك خصوصا حديثي عنها عقب مغادرته لصنعاء، ما الذي تأكد حتى الآن من خطة ولد الشيخ، وهل التسريبات التي جرت إلى الآن هي أكيد أم لا؟ حتى اللحظة لم يتسلم الوفد الحكومي ولا الحكومة الشرعية والرئاسة اليمنية أي مسودة لأي اتفاق أو أي مقترح، وما يدور الآن هو تسريبات بثتها وسائل الإعلام محسوبة على إيران أو محسوبة على ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح. وحتى اللحظة الحكومة الشرعية لم تستلم أي تصور أو تصريحات اليوم لرئاسة الجمهورية رئاسة الوزراء تبتهت أنها تتعاطى جمهورية كاملة مع كافة طيلة الفترة الماضية. أيضا أكدت لو أكدت أنها قلب أكدية أرسلية المخصصات. طيب أستاذ ياسر، هناك ما يبدو أنه خلل في الصوت، أرجو أن يعني سيقوم الإخوة في الكنترول بمحاولة إعادة الاتصال إلى حين ذلك. دكتور عبد الباقي، إلى الآن كما قال أستاذ ياسر أن الحكومة لم تتلقى أي خطة مقدمة، إذا كانت هذه
تسريبات وجس النبض من قبل الطرف الانقلابي. وهناك أيضا نقطة أن الحكومة أكدت على المرجعيات الثلاث، هذه من الواضح أنها تتضارب مع المرجعيات الثلاث. ما هو لا تتضارب، لا علاقة، اقطع، انسى. يعني أولا ما وضع من مقترح ولد الشيخ وكيري حتى الكويت كانوا يكذبون، أقولها بوضوح، يكذبون، يضحكون علينا بالوسائل الإعلام، يقولون وفقا على أساس المرجعيات. لا علاقة لما طرح ولد الشيخ بالمرجعيات الثلاث، لا علاقة لذلك. والحكومة عندما وقعت كانت تضحك علينا أيضا، ولكن كانت تحت ضغوط في الكويت، في عندما قبلت في بيل، هي كانت الموافقة الأولى في بيل، ثم انتقلنا إلى الكويت على الخطوات الخمسة، سلم السلاح إلى أخي، وهي تعلم مسبقا لن يسلموا السلاح، وتعلم مسبقا لن ينسحبوا من المدن، وتعلم مسبقا أن هناك أسلحة مخفية تحت الأرض في صعدة، وأن هناك أسلحة ومصانع أسلحة في صعدة، وهناك خبراء. هذا ضحك على الدقون. بالتالي عندما قبلت السلطة خطة ولد الشيخ، وعندما وقعت على ورق بيع، على ورق من بياض في الكويت، لدي معلومات مؤكدة ومصادر مؤكدة، كانت الحكومة والوفد المفاوض في قلق وماسك على قلبه إذا وقع الحوثيون على تلك الوثيقة الكارثة، لكنهم أعطوا ورق من بياض وهم خائفون فقط لتعرية الحوثيين، لكن هم يعلمون أن تلك الوثيقة لا تلبي ولا العلاقة لها بالمرجعيات. وحينها لم يوافق الانقلابيون وهوجموا أيضا. طيب الدكتور، يعود لنا ياسر، الأستاذ ياسر الحسني. ياسر، الحكومة الشرعية كيف ستتعاطى مع أي خطة مقدمة من قبل ولد الشيخ، وكيف تتوقع أيضا أن تكون خطة الحل وفقا، يعني باعتبار أن ما تم تسريبه الآن ليس صحيحا؟ يعني حتى اللحظة الحكومة الشرعية كما ذكرت تتعاطى بكل إيجابية مع مقترحات السابقة أو مقترحات قادمة، والحكومة الشرعية تضع محددات وشروط لأي رؤية أو مقترح للحل لا يخرج عن المرجعيات الثلاثة المعروفة المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216. وأي مبادرة كما يعني قالت المصادر الرئاسية اليوم ورئاسة مجلس الوزراء والرئاسة اليمنية بأنه أي رؤية قادمة أو تتسلم الحكومة أي رؤية لا تنتقص من هذه المرجعيات الثلاث أو تخالف هذه المرجعيات لن تقبل بها، وهي مجرد فكرة لن يتم القبول للجلوس لمناقشة هذه الفكرة الغير صالحة للنقاش. هذه الرؤى أو المقترحات التي تتحدث عنها بعض وسائل الإعلام لم تتسلم الحكومة الشرعية حتى اللحظة أي رؤية من المبعوث الأممي، والحكومة الشرعية بالتأكيد هي يعني بانتظار أن يقدم المبعوث الأممي رؤية كما قدمت الرؤى السابقة، كان من الرؤية الأممية التي سلمت في الكويت سابقا، وكذلك الخطة كيري التي كانت لم تخرج عن النقاط أو المرجعيات الثلاث. الحكومة الشرعية تتمنى أن المبعوث الأممي ألا يخرج على المرجعيات الثلاث لمشاورات لاستئناف العمل السياسي. طيب أستاذ ياسر، يعني هناك من يطرح أن ما قامت به الحكومة سواء في بيال، في جنيف قبل ذلك، ثم في بيال، ثم في الكويت، لم يكن يعني يراعي تماما ما يريده الشعب اليمني، بل قدمت الكثير من التنازلات التي يعني ربما بشكل أو بآخر تلام عليها. الآن هل الحكومة مستعدة لتقديم مثل ذلك أيضا مجددا؟ الحكومة الشرعية عندما تقدم بعض التنازلات هي تريد في سبيل إنهاء الصراع، في سبيل إنهاء الحرب، في سبيل صناعة السلام، في سبيل عودة الأمن والاستقرار لليمن، ولكن الحكومة الشرعية بالتأكيد لن تتنازل على حساب تضحيات الشعب اليمني. لا يمكن أن تسمح بأن تعود ميليشيا الحوثي للحكم مجددا عبر شرعنة الإسلام، عبر المشاورات السياسية. الحكومة الشرعية واضحة، هناك مرجعية أساسية يقبل بها الشعب اليمني، الحوار الوطني وقع عليه جميع الأطراف اليمنية مثل ذلك الحوثيين، القرار الأممي 2216 هناك إجماع دولي حول هذا القرار، المبادرة الخليجية هناك إجماع يمني حول هذه المرجعيات، هذه الأساسية للانطلاق لأي مشاورات قادمة تجعل ميليشيا الحوثي تعرقل أي تسوية سياسية لأنها ستخسر بالتأكيد. الحكومة الشرعية تتعاطى إيجابية مع كافة المبادرات والمقترحات، ولا نعتقد أن هناك ضغط باستئناف المشاورات السياسية. أنا أعتقد أن الحكومة الشرعية ينبغي أن تدعم المسار العسكري بالتوازي مع المسار السياسي، لأن الميليشيا الانقلابية تريد أن يعني تدخل مسلسل من المراوغات الجديدة في يعني جولة مشاورات جديدة، وعلى ما يبدو أن المبعوث الأممي يضغط بهذا الاتجاه. طيب أستاذ ياسر، برأيك ما هو الحد
الذي تضعه الحكومة الشرعية في نقطة تنازلاتها في هذه المفاوضات التي تجري أو في الجهود السياسية التي تجري منذ بداية الانقلاب وإلى الآن؟ صوتك قطع عزيزي لو تعيد. كنت أتحدث عن الحد الذي وضعته الحكومة الشرعية للتفاوض أو كمجال للمرونة منذ بداية الحديث عن حل سياسي لما يجري في اليمن. الحكومة الشرعية كانت واضحة، لابد من الحديث أولا في القضايا الأمنية وأس المشكلة وهو إنهاء الانقلاب، ثم الحديث عن الجوانب السياسية. لابد من القيام بانسحاب ميليشيا الحوثي على الأقل من المنطقة أنس وهي العاصمة صنعاء وتعز والحديدة، ثم الحديث عن الجانب السياسي. إذا كان هناك نوايا إيجابية للميليشيا الانقلابية للحديث بالجوانب السياسية، لابد من حل أس المشكلة وهو الانقلاب العسكري الذي تسبب بانهيار العملية السياسية. لابد من خطوات على الأرض تقوم بها الميليشيا كبادرة الحسنة النية للانسحاب على الأقل من صنعاء والعاصمة، من محافظة صنعاء وتعز والحديدة، وتسليم الأسلحة وعودة مؤسسة الدولة، ثم يتم الحديث أو مناقشة استئناف المسار السياسي. يعني بعلمك، هل تضع الحكومة الانسحاب من النقطة ألف أو ما يعرف بذلك صنعاء الحديدة تعز ك يعني وضع مقبول بالنسبة لها؟ ليس وضع مقبول، ولكن على مراحل حسب الرؤية الأممية التي تقدم بها المبعوث الأممي في الكويت، هم حددوا المناطق الانسحاب الميليشيا الحوثي كمراحل. كخطوة أولية يجب أن تنسحب الميليشيا الانقلابية من المنطقة ألف، وبقية المناطق محددة بما في ذلك صعدة. صعدة هي داخل ضمن المراحل الآتية للانسحاب من بقية المدن. لا يمكن أن تقبل الحكومة الشرعية أو من يقف على الحكومة الشرعية بأن تكون هناك محافظة خارج سيطرة الدولة الشرعية. خروج أي محافظة تحت أي عصابة مسلحة مثل جماعة الحوثي ستدخلنا في مشاكل جديدة. الحكومة الشرعية حريصة أن يتم تسليم السلاح وسحب السلاح من كافة الميليشيات التي انقلبت على السلطة وتسليمها لجهاز الدولة، ولا سلاح إلا بيد الدولة حتى يتم يعني عملية سياسية قوية، وأن تكون هناك القوة القهرية بيد الدولة وليس بيد الميليشيات التي تريد أن تفرض رؤاها السياسية بقوة السلاح كما حصل في عام 2014. ياسر الحزني صحفي في رئاسة الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. دكتور، هل من تعقيب على ما تفضل به وكذلك مواصلة النقاط التي كنت تتحدث عنها؟ طيب أنا بحاول من خلال ما سرب أعيد رسم ما يتم طرحه. ما يتم طرحه هو سيكون يعني إذا ما وقعت السلطة على وثيقة ليس هذه ولكن ما يقاربها، فإن وقعت على وثيقة تجيز اغتيالها وانتهاء مشروعيتها. هذا عنصر أول. المشروع الانقلابي واضح، بقاء الرئيس عبد الرب منصور هادي في الرياض صوريا، تعيين نائب الرئيس يقصد عودة بحاح بدلا عن علي محسن، وهذا مشروع قد سرب وبعدين سيقول يتوافق عليه الجميع، والتوافق عليه الحوثيين لن يقبلوا إلا بحاح أو شخصية على شكلة بحاح، لديها مشروع لفك ارتباط، لديها مشروع لبقاء الحوثيين على بشكلهم الحالي الميليشياوي. العنصر الثالث، عندما شوف ركز معي، هذا نقله مباشرة. العنصر الأول بقاء الرئيس شكليا، اثنين يقول لك تقاسم السلطة، يعني ثلث لعلي عبد الله صالح، ثلث الحوثيين، ثلث للسلطة، عبارة أنه السلطة الشرعية على هذه الشاكلة وبهذه التعيينات وبهذا الضعف لا وجود لها، يعني هي الآن وهي مسيطرة على الجغرافيا لا وجود لها واقعيا ومتدنية إدارتها على المستوى الواقعي. عندما تعود وهناك ثلثين للإنقلابيين عندما يتقاسموا السلطة سيتقاسمون المخلوع والحوثي والسلطة الشرعية، عبارة أن الغلبة للإنقلابيين. اثنين، في الآخر نقطة والذي أهملها وتحدثت أن مشروع ولد الشيخ هو يلبي استجيب الحوثيين، لم يتحدث ولد الشيخ عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإذا مارسها يعني أنه أحال الحوثيين المخلوع صالح للمحاكم الدولية وعفت السلطة الشرعية بكل سهولة، لا يستطيعوا تشكيل مجلس سياسي، لا يستطيعون يفاوضون، لأنه فقط إحالة ملف حقوق الإنسان واعتبار هذه هؤلاء الجماعة انقلابيين وهناك سلطة ديمقراطية منتخبة، المجتمع الدولي مرجعياته واضحة، إعابة هذه السلطة كما أعابت أمريكا رئيس بنما المنتخب ديمقراطيا بالقوة. لماذا أمريكا عابت رئيس بنما المنتخب ديمقراطيا واستخدمت السلاح؟ ولكن معنا هناك رئيس منتخب وهناك انقلاب وهناك معايير أخرى مزدوجة، يعني معايير غير ثابتة، بالتالي
يعني القطع مع نائب الرئيس علي محسن الأحمر، عودة بحاح أو غير بحاح أو بحاح آخر، بقاء الرئيس صوريا، تحكمة وحدة وطنية ثلثين، وبعدين يقول هنا وبمساعدة الأمم تطوير برامج، يعني لا علاقة للانتهاكات، لا علاقة تدمير البنية التحتية، لا علاقة للانقلاب. يعني ماذا يعني؟ يعني أننا سنؤجل الحرب لمدة سنتين أو سنة ونصف، ثم اليمن تعود الصومال، لأن هناك جراح، هناك جماعة لا يمكن للشعب اليمني، لا يمكن لنا أن نتحملها، لا يمكن لنا أن نتحمل أبو علي الحاكم قائدا للمنطقة الرابعة ويمارس صلاحيات، يمكن لنا أن نرى من قتلوا الصحفيين دروع بشرية، ومن جعلوا الشعب اليمني يعود للقرون الغابرة أن يتناسق معنا السلطة، ولا يمكن لعقلاء وحكماء أن يرتكبوا نفس الأخطاء. نحن نجب أن لا نخطأ من السبعينات بتقاسم السلطة، كلما تتحاربنا وكلما دمرت بلدنا نتقاسم مع القاتل ونعيد القاتل إلى مستوى النفوذ والسلطة. لا يمكن، ونقولها للسلطة، لا يمكن لنا أن نتنازل عن حقنا ونتنازل عن الجمهورية، لا يمكن للشعب اليمني ونحن على الأقل أن نتنازل عن الجمهورية اليمنية الديمقراطية القائمة على المواطنة، لا يمكن أن نسلم بلدنا إلى الإمامة، لا يمكن أن نرجع إلى سلطة الكهنوت، هذه أمور واضحة. لا يمكن لنا أن نسامح المخلوع صالح، ولا يمكن لنا أن نتسامح عن جمعة الكرامة وعن كل من قتلوا في عدن وفي تعز، وعن المحاصرين وعن الجرحى وعن أولئك الذين يفتقدون الآن إلى لقمة العيش. كيف يمكن لنا أن نوقع على هذا التوقيع، على وثيقة ليس هذه، التوقيع على وثيقة ولد الشيخ التي بالكويت خيانة للشعب اليمني. سنستمر دكتور في حلقة اليوم، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا نقوم معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور، هناك نقاط ربما دفعت ولد الشيخ لعرض مثل هكذا خطط، أو حتى تقديم خطط والتفافات كما يسميها الكثيرون على القرارات الأممية وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وعلى ما اتفق على أن يكون مرجعية. لماذا يقوم ولد الشيخ بذلك؟ الأمام هناك سلطة شرعية ضعيفة الأداء، تفتقر إلى رؤية استراتيجية، نقولها بوضوح، تفتقر إلى رؤية استراتيجية، فاقدة للاقتدار ولاستشراف الواقع ولوضع برامج. هي يعني تدير المعركة ببطء، بينما كان استعافة صنعاء والجمهورية لا تأخذ أكثر من 6 أشهر، لا تتجاوز 6 أشهر وتعود السلطة، خاصة بعد الاستعافة عدن. وبالتالي كان هناك توقف غير مبرر على تخوم تعز. أنا كنت عندما يسألونني يقولوا متى ستعود صنعاء، أقول عندما نجد السلطة الشرعية تستعيد تعز وتفك الحصار فأعلم أننا في الطريق إلى صنعاء، وعندما تتجه القوات إلى صعدة فأعلم أننا الآن نقوض المشروع الإمامي وعودته. هناك علامات واضحة وليس كلاما، إشارات تؤكد، إشارات واضحة، إذا اتجهوا إلى صعدة يعني هناك جدية في تقويض المشروع الإمامي، إذا اتجهوا إلى تعز هناك جدية في الحفاظ على اليمن وفي اتجاه نحو صنعاء. هذه المعركة معركة عسكرية، ليس لك رؤية في بنائها، لم تشكل سرعة بناء جيش وطني، استعدت جغرافية عدن وخلقت عدة قيادات، الحزام الأمني، الخنخبة الحضرمية، مش عارف مين، لم توحد الجيش اليمني تحت قيادة تراتبية تتبع الدستور والقوانين وتخضع لرئيس الجمهورية، خلقت سلطة محلية ترفض الحكومة ولها مرجعيات ورؤى مختلفة عن الحكومة، لم تخلق انسجام، تركت المدينة دون إدارة حياة يومية، تركتها للكوليرا، تركت الكهرباء منقطعة، لم تعطي ثقة بالمواطن، لا تدير معركة يقول المسار التشاوري والمسار السياسي. أين المسار التفاوضي والدبلوماسي الخارجي بعد سنة ونص غيّنوا سفراء؟ بعد لا توجد معركة إعلامية، لا يوجد ذراع حقوقي يشتغل في كل أنحاء العالم، لا يوجد ذراع إعلامي، وأيضا رئيس بعد سنة ونصف من الأمر يقول أن الهدنة الاقتصادية كانت خطأ. هل هم يعرفوا أن الحوثيين والإيرانيين يراهنوا على الجانب الإنساني ويطولون ويمددون لعلاقة الأمر في اليمن بسوريا، وكذلك حتى يضغط المجتمع الدولي تحت مبرر تدهور الأحوال المعيشية أو فراغ القاعدة، وبالتالي تترك أبناء تهامة دون مساعدات؟ وطلبنا من هذا الاستوديو قبل عام ونصف
بوجود مناطق آمنة لاستمرار تدفق المواد الغذائية إلى المدن بهدف تخفيف الضغط على اليمن على السلطة الشرعية ودول التحالف. وإذا قلنا ليس مسارا عسكريا. أين إدارة الحياة اليومية في عدن؟ أين الكهرباء؟ الآن الكلير لا إجابات، لا إجابات. لماذا متوقفين في تعز؟ من يحكم عدن؟ بن دغر وإلا الحزام الأمني؟ لماذا القوة الحضرمية هناك لا قسمين؟ لماذا هناك قوة تتبع وزير الهيثم قاسم مستقلة؟ لماذا؟ أين هذه أسئلة عليها الإجابة عليها؟ لماذا الحكومة لا تستطيع أن تدير عدن؟ لماذا تعز واقفة؟ هؤلاء قل المسار السياسي، أي مسار؟ تعيينات نشعر بالخجل منها، تعيينات تعيد إنتاج المخلوع صالح، تعيينات لأطفال، لشباب ما زالوا غر، لشباب محاصصة. نحن نعيد إنتاج المخلوع صالح. أين النخب؟ أين الفرق العمل؟ أين هذا الاستفادة من كل قدراتنا؟ أين الاستشارات بالمؤسسات الدولية؟ تدير معركة سنتين لاستيعاب الدولة مع مجموعة انقلابية ولا تستطيع أن توظف ذراعا حقوقيا يستطيع كشف ذلك. لا تستطيع أن تستفيد من الازدواجية الدولية بين ما يتحدثون عنه في المواثيق الدولية وبين مصالحهم الدولية ببقاء اليمن رخوة وبربط وبقاء الوضع اليمني على مرتبط بسوريا. هل يمكن لنا أن نقبل هذه الحكومة؟ نقول لها عليها أن تتمسك بالمرجعيات، وعليها أن تعدل من سلوكها ومن برامجها بحيث تعمل وفق ما يسمى التدخل الاستراتيجي متعدد المداخل وليس التدخل العسكري. الآن كيف نقنع مواطن في عدن أن هناك حكومة وهو يموت في الكوليرا؟ كيف نقنع مواطن في الحديدة يموت جوعا ونقول له السلطة الشرعية ستنقذك؟ كيف يمكن أن أنقذ مواطن أستاذ جامعي يعمل في الحياة يعني عامل يومي؟ كيف يمكن لك أن تعيد الثقة للمواطن وهو لا يشعر بالأمان؟ كيف يمكن لك أن تشعر بأبناء تعز لا يستطيعون الذهاب إلى عدن ويتعاملون معهم كغير يمنيين؟ لا. لماذا تداس العلم اليمني في المناطق الجنوبية؟ أين سلطة الدولة واستيعاب سيادة القانون؟ بالتالي على الحكومة وعلى رئيس الدولة هذا الذي يعين لنا شبابا بالمحاصصة ويعيد إنتاج المخلوع صالح بتعيينات تفقدنا الثقة بهذه الحكومة. لقد تواصلنا مع كثير من الوزراء والمستشارين، كل شخص يقول لك تمشي، نحن نمشي بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذا خجل. أنا أتواصل معهم ويوعدونك بالكلام. عليهم أن يعيدوا، نحن في منعطف خطير واليمن في منعطف خطير، ونحن إذا استمرينا على هذا الأداء سنسلم الجمهورية اليمنية إلى الإمامة. طيب دكتور، ينضم إلينا الآن أستاذ عبد الهادي العزازي معنا عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. لا، مساء النور أخي. أستاذ عبد الهادي، وسط هذا الوضع الذي تمر به اليمن هناك تقدمات عسكرية في الكثير من المناطق، في نهم، في البقع، هناك أيضا ما يعني يجري عن حديث عن مسار سياسي أو ما شابه. في وسط كل هذا كيف تقيم تعاطي الحكومة مع الوضع الراهن للبلد؟ مع الأسف الشديد حضور الحكومة حضورا خجل جدا على كافة الأصعدة. حكومة وكأنها أشبه بواقع افتراضي، أشبه بشبكة النت وغيره على مستوى أرض الواقع. تواجد الحكومة، نحن البلد في حالة حرب، لا نعي أو لا يعو تماما ما معنى حكومة في حالة حرب. بس سيطرة، هناك أيضا تعطيل لآليات عمل مختلفة في المناطق المحررة جميعا. تواجد الدولة ربما يكون موجودا في مأرب فقط، لكن في بقية المناطق هناك دويلات وليست هناك دولة على أرض الواقع. هذه المقاومات التي يجب أن تضم إلى الجيش الوطني، يجب أن تقضى هذه المناطق لسيطرة الجيش. لما نشاهده هي سيطرة رخوة بشكل عام، أتبع على الجميع ربما يتمسكون بصالح والانقلابيين برغم كفرهم بهم. يعني الوضعية تجري، نحتاج رسالة تصميم، نحتاج خطاب سياسي مثل ما تعمل الجبهات. بدون توجيه سياسي أو معنوي فذلك تعمل الحكومة بدون رؤية سياسية. طيب، الدولة تشكل مكاتب فنية يا أخي أستاذ عبد الهادي. طيب أستاذ عبد الهادي، أمام هذه الأحداث المتسارعة وهذا الوضع والتطورات السياسية، ما الذي تتوقعه أنت؟ ما الذي ستذهب إليه البلاد؟ هل ستسير في مسار عسكري يعني يتم حسمه في الميدان، أم هناك
مسار سياسي يتم وفقا لإشراف الأمم المتحدة وما شابه. أعتقد أن المسار السياسي فاشل تماما، وأن المنظمة العجوز الأمم المتحدة تبحث لنفسها عن دور، تحاول قدر الإمكان أن تكون موجودة داخل الحدث، لكن اتضح أن هذه المنظمة التي تقادم عمرها أكثر ما فوق نصف قرن أصبحت عبارة عن محطة صراع بين الدول التي تمتلك حق الفيتو في منطقة تقاطع صراعات شبيهة باليمن، منطقة مرتبطة بالقرن الأفريقي وشمال المحيط الشمال الغربي من المحيط الهندي وقريبة من منابع النفط، وبالتالي منطقة صراع في ظل منطقة ربما هي حديقة خلفية للصراع داخل السهل الأوروبي فيما يخص أوكرانيا والبقية. لكن الإشكال الأهم هو أن كل المؤشرات وكل الإمكانيات تعطي الحكومة إمكانية الحتم العسكري، لكن يلاحظ أن المسألة الإدارية لكل من العمليتين العسكرية والسياسية هي في حالة إرباك وفي حالة عدم رؤية في حالة عدم توجه. هناك إمكانيات غير عادية على الأرض، يعني مثلا المقاومة في غزة تحمل سوى تقريبا بنسبة 40% فقط لا غير من قدرتها الحقيقية. أعتقد أن هذا أيضا حال بقية. أستاذ عبد الهادي، إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ عبد الهادي العزعزي، على كل حال الشكر الجزيل له. دكتور عبد الباقي، هناك يعني جانب سياسي أو معطيات سياسية تم الحديث عنها، هناك أيضا معطيات عسكرية على الأرض، هناك معارك في صعدة، هناك معارك على تخوم صنعاء أيضا، هل هذا سيشكل فارق ونقطة إيجابية في سبيل إعادة الشرعية واندحار الإنقلابي؟ شوف، هو كان معنا فرصة وما زالت، حتى لو كانت مدينة عدن فقط أدرتها مش كجغرافية، أدرتها كدولة، كان يمكن تقنع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أن هناك سلطة وقادرة على استعادة بقية الجغرافيا والمؤسسات. لكنك تستعيد جغرافيا ونحن لا نستفيد منها بالجغرافيا، تتركها. هناك الحوثيين يستخدمون يعني الفراغات الأمنية، هناك تدهور الأحوال المعيشية، هناك غياب استراتيجية، لم نسمع عن تدخل تنموي أو حتى حد من الوزراء يتحدث عن خيال يخلق لنا آمال أن عدن ستكون على هذه الشاكلة وتعز سيتم تخطيطها كذا، يعني ما يسمى خلق آمال في المستقبل واستشراف المستقبل. لم نسمع وزير يتحدث عن الجغرافيا في تعز، عن تدخل صحي، عن قوافل غذاء، لا، كل هذه. أنت أمام حكومة وسلطة شرعية مشغولة بالمحاصصة، يعني كم نسبة الحزب الفلاني، من دخل إلى الرئيس طلب تعيينات، كم حصتي من اللجنة الخاصة، هذه فقط مشغولين بهذا، ووزراء آخرين مشغولين بتأمين حياتهم الشخصية في الخارج، ونحن أمام هذه الكارثة. وبالتالي أي كان منذ البداية العودة كوزراء وببرامجهم إلى عدن وتوحيد الجيش وتوحيد المقاومة الوطنية والانطلاق نحو مدينة تعز، لا علاقة لما يسمى أننا سنحاول أن نحافظ على الحراك الجنوبي. الحراك الجنوبي هو يسمى بالحراك السلمي، إذا أراد أن يفك الارتباط فهناك خطوات وإجراءات متعارف عليها، ليس من حقهم في ذا التوقيت أن يعلنوا موقفا أحاديا يؤثر على المجتمع اليمني، على الجمهورية اليمنية. طالما هناك جمهورية يمنية وهناك قانون وسلطة شرعية، لا يحق لك أن تتحدث أو تعبر أو ترفع أعلام انفصالية في هذا التوقيت. إذا الذي يرفع علم انفصالي في هذا التوقيت فهو يخدم المشروع الحوثي وهو لا يتبع اليمين، وليس له مشروع وطني وليس له مطالب يعني مظلمية من أبناء المنطقة الجنوبية. هو يعلم أن المظلومية مست الشعب اليمني كامل. لذلك نقول للسلطة الشرعية هي الآن تتحرك في مارب وهي عبارة عن قطاع، وقلنا هذا القطاع وتحدثنا زمان وقلنا أن قطاع مارب هي قاعدة عسكرية حماية آبار النفط حتى لا يستمر، وكنا نتحدث وأنا أتحدث بأسف كنت أتوقع أنه عندما سيطرت السلطة الشرعية على حقول النفط حتى لا نكرر تجربة تنظيم داعش، اتضح أنهم يحرسون النفط والأموال تذهب إلى الانقلابيين، يحرسون النفط ويذهبون بأموال الغاز المنزلي إلى الانقلابيين، يمدونهم بالمجهود الحربي. أي جنون هذا من سلطة شرعية تقاتلك وتمدك بالسلاح وتمدك بالمال وتمدك وتعترف بك؟ لا. بالتالي عندما أسست قاعدة عسكرية على مستوى مارب وحمية الحقول النفطية، مد، اقطع هذا المد، اعد عدن كعاصمة لكل اليمنيين، عاصمة لكل اليمنيين بقيادتها العسكرية، وخاصة إن لدينا
يعني أقوى أو يعني نقطة الضعف الوحيدة هو إفراغ الجيش من مضمون الوطني. اعمل يعني أسس بناء جيش وطني سريع، وحد قياداته، لا تترك الوضع كليبيا، تخلق قيادات متعددة، اسرع في توحيد المقاومة الوطنية، قم بعلاج الجرحى والأسرى، لا يمكن لك أن تترك الجرحى. طيب هذا البطء دكتور في تصرفات الحكومة وفي يعني طرق ابتكار الحلول لمواجهة أفعال الانقلابيين وربما المبادرة بالفعل، لماذا تحدث؟ وكذلك لماذا يعني يتأخر الحديث عن هذه النقاط لدى القنوات التي تعتمد عليها الشرعية في بناء القرار؟ إذا كان هناك، أنا أعتقد أن الآن معظم صناعة القرار الآن أصبحت بيد التحالف، يعني دبلوماسية التشريع تفتقد للتمويل، تفتقد إلى الرؤية، حتى لو كان التمويل والدعم المالي من دول التحالف ونحن نعلم ذلك، لكن في حاجة اسمها قوة الاقتراح. عندما أأتي أنا لدي رؤية لمدينة تعز، لدي رؤية لكيفية إعادة إعمار عدن، لدي رؤية لكيفية توحيد المزاج الشعبي اليمني، وقلنا هذا ومليت من الكلام بتوحيد المزاج الشعبي لأننا أمام معركة ويساعد على اصطفافنا خلف الجمهورية، قلنا أعيد الثقة لنا من خلال تعيينات إيجابية لأشخاص ليس مغسولين بالفساد، ليس من منظومة الفساد، لكن هؤلاء لا يستمعون، فقدوا القدرة. أنت عندما تحاور أو عندما تضع رؤى لدول التحالف، ضعها في برامج، ضعها في رؤيتك لبناء الجيش الوطني، رؤيتك للآن مثلا، حتى الآن الكوليرا في عدن لا نسمع أي تعليق، لا نسمع أي توضيح، لم نسمع عن تدخل أو سرعة أو توظيف، لا حديث عن ذلك. هناك هذه من مدخل الكوليرا سيذهبون إلى توقيع أسوأ من هذا، لأن المجتمع الدولي سيضغط عليك أن تتحرك سريعا، لأن نقطة الضعف منذ أن بدأوا الحوثيين يراهنون على تدهور الأحوال المعيشية والفراغات الأمنية، وقلناها مرارا وتكرارا، لدرجة أن واحد يقول أن تعيد، نقول نعيد لأن ربما يستمعون. الفراغات الأمنية أن السلطة البديل لانسحاب الحوثيين والمخلوع صالح تنظيم القاعدة وتنظيم داعش البديل، وأنك غير قادر على التقدم في الجغرافيا لأن البديل هذه سيصبح فراغات أمنية. قلنا أن تدهور الأحوال المعيشية، وتلاحظ كلما تقدمت السلطات الشرعية تجاه صنعاء كلما كثرت التقارير المتحدثة عن أحوال المواطنين. صحيح. وأن هناك كوليرا، الآن هناك كوليرا وهناك تدهور وهناك انقطاع التعليم، لماذا؟ لأن القوات على تخوم صنعاء، وتحرك ولد الشيخ وكير يتحرك وتحدث عن أقليات. يا أخي في لحظة ما عندما يكون لديك مشروع تدخل لا تعلن، تدخل لا نغمض عيننا ونفتح إلا وأنت في صنعاء، ادخل صنعاء، ولكن عمليات سريعة وحاسمة عسكرية، لأن نحن ندرك والحكومة تدرك والسلطة تدرك أن الجمهورية ستعود بالفعل العسكري، ولكن هناك مؤشرين قبل صنعاء. مؤشر تعز دليل على صدق ونوايا دول التحالف على الدخول صنعاء، وصعدة، لأن صعدة هي مشروعنا للثورة المضادة. صنعاء كل اليمنيين سيدافعون عنها وسينطلقون بما فيها للدفاع عن عاصمة اليمن الموحدة التاريخية التي لن نتركها لهم. لكن عندما تترك، والآن نسمع الانسحاب من صنعاء وتعز، ليس انسحاب، تعز حصار، وهذا ملف حقوق إنسان، وهناك شعب يبيد داخل صنعاء داخل تعز، وبالتالي الحديث عن صعدة، انطلق إلى صعدة. أنت الآن شرعي لديك مبادرة خليجية، مرجعيات، لماذا تنتظر موافقة الأمريكان؟ لماذا لا تضع مشروع مقترح كما اتخذت قرار نقل البنك المركزي، كما اتخذت قرار بتعيين اللواء علي محسن نائب للرئيس عندما البحاح رفض تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية وكان يتحرك بأجندة مختلفة، اتخذ قرارا حاسما واتجه نحو صنعاء. الشعب اليمني لم يعد يحتمل، والإنقلابيين خسروا وهم يتحدثون عن عدوان وليس عن سلطة شرعية. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الباقي شمسة، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كما هو الشكر موصول للسادة المشاهدين على حسن المتابعة والإصغاء. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء في طاقم التحرير والطاقم الفني. إلى اللقاء.